طرف لا يريد أن يدفع الثمن عليه أن يتوجه للمعتدي وليس للضحية. اليوم الشعب الفلسطيني اللاجئ في خارج فلسطين وخاصة عندما نتحدث عن لبنان مخيمات لبنان، الشعب الفلسطيني دفع أجداده وآباؤه ثمنا نتيجة العدوان الصهيوني ويدفع الأبناء والأحفاد اليوم ثمنا نتيجة العنصرية التي يتم مواجهة بها منذ أن بدأت النكبة منذ الخمسينات تقريبا، يعني بعد النكبة بسنوات قليلة، والشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان ورغم كل ما يقدمه وهو واجبه أن يقدم شيء تجاه البلد الذي احتضنه والشعب الذي احتضنه، ولكن يتم التعامل معه بطريقة لا تمت إلى الحقوق الإنسانية بصلة، فضلا عن أن نتحدث عن حقوق الأمة بين أبنائها كعرب ومسلمين وجيران يعني أيضا. هناك انتهاك إنساني، لكن يعني الصفدي وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب تقول يعني نحن خائفون من انتهاك الدستور إذا راعينا الفلسطينيين، الدستور يقول لا بد من رفض التوطين. للأسف يعني مع احترامي الشديد لمعالي الوزيرة، وهي إنسانة يعني توصف بأنها يعني تهتم بالفئات وهذا مرتبط بمفهوم حقوق الإنسان، للأسف أنه ينطوي هذا التصريح على الكثير من العنصرية والكثير من عدم الاحترام للشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأنه مضمون هذا التصريح أنه إذا أعطينا الفلسطيني حقوقه بتخلى عن وطنه، وهذه إساءة عظيمة، وهي إساءة عظيمة للشعب الفلسطيني. لأنه الذي أثبتته الوقائع أن الفلسطيني والإنسان عموما كلما تملك حقوقه الإنسانية كلما تمسك ببقية حقوقه الإنسانية. يعني الآن الأجيال الفلسطينية التي تعيش في الغرب في أوروبا اكتسبت حقوقا نتيجة عيشها في الغرب قد تصل إلى الجنسية